هذا وقد اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي البروفيسور إبراهيم أحمد غندور وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة. خلال الاجتماع أشاد وزير الخارجية بعمق علاقات الأخوة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان وما تحرزه من خطوات كبيرة في توسيع التعاون المشترك في ظل الرعاية الكبيرة والاهتمام الدائم التي تحظى به من قيادتي البلدين لتوثيق هذه العلاقات الممتدة والتي تستند لأسس متينة وتمتلك إمكانات هائلة لتعزيزها في جميع مجالات التعاون بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. كما اجتمع وزير الخارجية مع معالي السيدة باسكال باريبوسول وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالاتحاد السويسري، حيث أكد معاليه على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين لاستحداث مجالات للتعاون المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل. وخلال لقاء معالي وزير الخارجية مع معالي الدكتور محمد عاصم وزير خارجية جمهورية المالديف، تم بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل توافق الرؤى والحرص المشترك على تعزيز الأمن والسلم في العالم. كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع معالي السيد كرشيانا بهادور مهارة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية النيبال، حيث تم استعراض مسار علاقات الصداقة بين البلدين وسبل المضي بها لآفاق أرحب على المستويات المختلفة بما يدعم مصالحهما ويعود بالنفع على شعبيهما. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.